يتعرض جهاز المخابرات في العراق لهجمة إعلامية جديدة من الميليشيات التابعة لإيران ووسائل الإعلام المحسوبة عليها. التحريض يأتي بعد نشر الميليشيات لتصريحات قديمة لوزير الخارجية الأمريكي السابق مايك بومبيو، كان قد نشرها موقع ياهو في شهر أيار من العام الماضي ونسبها لبومبيو خلال الأيام الماضية. الوزير الأمريكي تحدث في عدة مناسبات سابقة عن دور المخابرات الأمريكية في رصد تحركات سليماني واتخاذ قرار تصفيته عقب معلومات تفيد بضلوعه بمخطط لقتل أمريكيين، لكن وسائل الإعلام المرتبطة بالميليشيات الموالية لإيران تناولت تفاصيل لم يذكرها بومبيو حول تعاون جهاز المخابرات مع الجانب الأمريكي، ليصل بها الأمر إلى نشر أسماء ضباط واتهامهم بالتورط في عملية الاغتيال. نواب عن تحالف الفتح الجناح السياسي لميليشيا الحشد طالبوا بالتحقيق مع كبار القادة الأمنيين، إلى جانب مطالبتهم بتطهير مطار بغداد الدولي ممن سموهم بجواسيس CIA. وعلى وسائل التواصل الاجتماعي أطلق الذباب الإلكتروني للميليشيات واسم جهاز المخابرات وكر العمالة، ونشروا صورا لمسؤولين أمنيين وحرضوا على قتلهم. اتهامات ليست الأولى، ففي العام الماضي أسفرت اتهامات مشابهة عن اغتيال معاون مدير شعبة المراقبة السرية في جهاز المخابرات العقيد نبراس الفيلي، وأكد مسؤولان حينها تورط ميليشيا حزب الله في عملية الاغتيال، وهي حادثة تعد الثانية خلال الفترة ذاتها بعد اغتيال ضابط يدعى محمود ليث. وحتى اللحظة يبدو أن الحكومة عاجزة هي ومخابراتها عن مواجهة هذه الحملات، أو على الأقل وضع حد لتحريض الوسائل الإعلامية المدعومة إيرانياً، بعد أن ظهر عجزها جلياً في وقت سابق من القصاص ممن توعدوا بقص أذني القائد العام للقوات المسلحة كما يحلو لوسائل الإعلام الحكومية تسميته.